سر الكنافة وتفاصيلها في السمنة البلدي. ركزي معايا بقى عشان الموضوع ده مهم جدا. سر الكنافة وتفاصيلها في شوية السمنة البلدي اللي بنحطهم على الكنافة ونبسبسها بيهم، ده مهم جدا على فكرة. فتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ادي الكنافة معايا، ومعايا صينية متونة سمنة بلدي، الله اهو، ومعايا التمر، ومعايا لوز مطحون اهو، ومعانا صينية كنافة جاهزة معانا. فانا هعمل واحدة مع حضراتكم دلوقتي واحنا شغالين. عينيا نبدأ نشغل الايه الكبة دي كده الاول عشان نشوف ازاي نعمل صينية كنافة بالتمر. بنشتري من بره كيلو يقول لك ب 180 جنيه، 180 جنيه ليه يا عم الحاج؟ ده احنا عندنا التمر بنصدره للدنيا كلها، بتاع سينا بتاع الواحات اهو. اهي العجوة اهيت زي الفل، او تمر يكون طري شوية بالشكل ده كده. معانا مين يا فندم؟ اهو، واحط شوية لوز يا حاجة سهير على التمر. هناخد التمر ده كده خلاص، هي دي التفاصيل. معلقه سمنه بلدي، شويه تمر، شويه لوز في قلب الكبه، هي دي الحشوه بتاعتها. الله، هنشوفها مع بعض دلوقتي سريعا. يلا، في قلب بوله ازاز كده، دي الحشوه. ونريح شويه من موضوع الايه القشطه والكريم. زي الفل. التمر مهروس مع اللوز، ممكن مكان اللوز تحط فول سوداني. والكنافه معانا زي الفل، نوسع كده. وعندك سمنه بلدي سايحه على النار. حلو. هنجيب السمنه دي كده نسخنها كانك بتعملي كحك. وناخد الكنافه دي يا عم الشيف نحطها كده اهو. ركزي معايا بقى عشان الكنافه عنوانها سمنه بلدي، والكحك عنوانه السمنه البلدي، والبسبوسه عنوانها سمنه بلدي، وهكذا. ناخد دول كده، كنافه بالتمر بتفاصيل صغيره من الشيف المغازي. تمسكي الكنافة قبل ما تحط السمنة تفلفليها كده. الشعر الحلوة دي في كل مكان. أي دي التفاصيل اللي بتكلم عنها، شوية الفول بنلاقيهم الراجل بيبيعهم في الشارع، الزلابية، الكنافة، القطايف، الحاجات دي كلها. هننزل بالسمنة البلدي كده على الكنافة. الله، اوعي ايدك. ولازم السمنة تنزل سخنة. اللهم صل على النبي، زي الفل يا عم الشيف. عندي شوية مية زهر. انا بحب ميه الزهر دايما مع الكنافه. تنزل كده حتى تبرد السمنه شويه اهو. الله، حلو. ونمسك الكنافه يا عم الشيف ندلعها، ودلعيني يا سمنه مع الكنافه. حلو. ونمسكها بقى نقسم المقدار ده نصين، وطبقه البلح او طبقه التمر مع اللوز في قلب الكنافه اهو. ناخد ده كده ونيجي كده هنا كده. هي دي الحاجات الصغيره. وصينيه الومنيوم، شفت الصواني دي على فكره؟ والله العظيم انا شفت بعينيا لما كنت مسافر وشفت الكلام ده في مصر. بنيجي الناس من اخر الدنيا تاخد صواني الالمونيا دي من هنا من وسط البلد عشان تعمل فيها صدر الكنافه وصدر البسبوسه. شايفين الجو ده كده؟ دي التمر مع اللوز مع عين الجمل، انت وجيبك بقى. انت والمكسرات اللي عندك. واحط الكنافه على الوش. عندك شربات جاهز. ايه مقادير الشربات يا مغازي؟ كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه ميه، ده شربات الكنافه والبسبوسه. اكتبي عندك بقى كده، شربات الكنافه والبسبوسه كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه ميه، ونص ليمونه. بعد الشربات بتدوبوا السكر مع الميه على نار هاديه، بتسيبوهم على النار من 8 ل 10 دقائق، وتستخدموا السكر الابيض في الشربات، ما تستخدميش السكر الاصفر. حلو الكلام؟ نلم ده كده، احنا اولى بيهم، دول فيهم سمنه، فيهم خير دول. احطهم على الوش. واسويها كده بقى واضغط عليها بايدي. ادي صينيه الكنافه اللي بالتمر اللي نروح نشتري الكيلو ب 200 جنيه. ليه؟ اهو الكنافه اهي في قلب الشارع في كل حته في كل مكان. وشويه التمر بتوعنا جبناهم، شلنا النواه منهم وفصصناهم وضربناهم في الكبه مع شويه لوز او عين جمل. زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180. حلو الكلام. مكانها فين دي بقى؟ حد يقول لي بقى، حد يقول لي بقى مكانها فين؟ أخبار الكنافة إيه؟
ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه وايه الشربات ده يا شيف؟ يلا نحطها هنا الاول عشان ايه، نحط عليها الشربات. الشربات بتاعنا اخباره ايه؟ جيب لي الكنافه دي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ صينيتين كنافه. اسمع الصوت ده، الصوت ده كده قرب. يا ويلي يا ويلي، كلب الصغير لا يتحمل. كنافه بالتمر واللوز ومزاجك اللوز. وعود القرفه ده ينزل على الوش كده. الف هنا وشفا. طيب